بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد النهاردة عندي حاجات كتيرة جدا عايز أتكلم عليها. أولا، منتخبنا الوطني نجح في المرحلة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، حصد 6 نقاط من أول مباراتين. بالتأكيد بداية جيدة جدا في مشوار التأهل إلى تصفيات كأس العالم، والذي سيستمر على مدار سنتين قبل التواجد بإذن الله في كأس العالم في 3 دول: الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا في 2026. النهاردة كمان بداية الاستعداد الرسمي للنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، الانطلاقة والبداية بإذن الله إن شاء الله استعدادا لمواجهة ميديامة الغاني، خاصة أن اليوم هو اليوم الأول لانضمام الدوليين وبداية تجمع كل اللاعبين. لم يتبقى سوى بيرسي تاو، لأن كان عنده مباراة يمكن انتهت منذ لحظات وفيها نتيجة مفاجأة بفوز رواندا على جنوب افريقيا في تصفيات كاس العالم. كمان النهارده بنبارك لانسات السله في النادي الاهلي، الفوز بكاس السوبر على حساب نادي الجزيره بالامس، ومنذ قليل ايضا وزي ما شفتم على الهواء مباشره فوز فريق المرتبط لكره السله في الدور نصف النهائي على الاتحاد السكندري. النهارده كمان ان شاء الله الساعه 8 هتكون مباراه الفريق الاول للرجال، فوز هيبقى مهم جدا، ولم تتبقى سوى مباراه واحده يوم الخميس عشان يضمن الاهلي التاهل الى نهائي دوري المرتبط وتحقيق بطوله جديده في الموسم الجديد مع اوجستي بوش. حاله فيها كواليس كتيره، تفاصيل كتيره، ولكن بسرعه عشان وقت الحلقه ابدا بسؤال حلقه النهارده، وعايز اعرف يعني راي حضراتكم في اداء المنتخب الوطني بعد خوض مباراتين في تصفيات كاس العالم 2026. تقدروا تشاركوا معنا في الاجابه على السؤال وابداء رايكم في اداء المنتخب من خلال صفحات قناه الاهلي عبر السوشيال ميديا، وفي الجزء الاخير من الحلقه هستعرض اكبر قدر من ارائكم على اداء منتخبنا الوطني. ولكن بسرعه نروح لاهم العناوين. في ترند الاهلي، الدوليون ينتظمون في مران الفريق اليوم. وكمان الأهلي ينافس على لقب أفضل نادي في جوائز جلوب سوكر. وأخيرا طرح تذاكر مباراة ميدياما. كلنا عارفين مباراة الأهلي في الجولة الأولى يوم السبت المقبل هتكون على استاد السلام، فتم طرح تذاكر فيما يعادل يعني حوالي 15,000 تذكرة، خاصة أن ملعب استاد السلام بيسعى لحوالي 25,000 مشجع. نروح لجدول مباريات اليوم. النهاردة آخر يوم في الأجندة الدولية، التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم واستكمال مباريات الجولة الثانية. في 3 لقاءات انتهت منذ قليل، إثيوبيا على أرضها في ملعب الجديدة في المغرب خسرت 0-3 أمام بوركينا فاسو، وبالتالي بوركينا فاسو حاليا في الوصيف ب4 نقاط خلف منتخب مصر المتصدر ب6 نقاط، وايضا كمان غينيا بيساو ب4 نقاط بعد الفوز على جيبوتي. ملاوي خسرت على ارضها امام تونس 0-1، تفوق مهم جدا للمنتخب التونسي، 6 نقاط من اول مباراتين للمنتخب التونسي زي المنتخب الجزائري والمنتخب المصري. ورواندا في مفاجاه مدويه كسبت جنوب افريقيا 2-0. هذه المجموعه على فكره نتائجها متلخبطه شويه، نيجيريا في اول مباراتين تعادل ايجابي عندها نقطتين، جنوب افريقيا دلوقتي 3 نقاط، رواندا بقى عندها دلوقتي 3 نقاط، فمجموعه متشابكه. الساعة 6 في 4 لقاءات، ليبيا هتستضيف الكاميرون في ملعب شهداء بنينة في بنغازي، توجو هتستضيف السنغال، جنوب السودان هتستضيف موريتانيا، جزر القمر هتستضيف غانا. والساعة 9 مباراة قوية جدا في دار السلام، ملعب تنزانيا، تنزانيا هتستضيف المغرب في الساعة 9 من مساء اليوم. وهذه هي المجموعة الوحيدة اللي فيها 5 منتخبات، خاصة بعد انسحاب واعتذار منتخب أريتريا. دي كانت جدول أول أبرز مباريات اليوم. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل عندنا كواليس وتفاصيل، وهنتكلم على جوائز جلوب سكر النهاردة اللي فيها تفاصيل مهمة جدا عن ترشيحات الأهلي في أكتر من مناسبة في هذه الجائزة القائمة اللي هتقام إن شاء الله في دبي مطلع عام 2024. أهلا بحضراتكم من جديد، والحديث عن أبرز حدث حاليا موجود عبر السوشيال ميديا وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهي جوائز الجلوب سكر في الإمارات العربية المتحدة. جائزة كبيرة جدا، جائزة قائمة جدا، كل نجوم العالم بيشاركوا فيها على جميع الأصعدة. لما بتتكلم على أبرز نجوم العالم بتتكلم على أبرز الأندية، أبرز المدربين، حتى على مستوى الضيوف والفي أي بي والفي في أي بي في الحضور اللي بيحصل فيه الجائزة اللي بتقدم خلال مشاركة أبرز النجوم الكرة العالمية في شهر يناير في دبي. زي ما انتم شايفين على الشاشة، احنا لو هنتكلم على الجوائز كل اللي يهمنا بالتأكيد تواجد النادي الأهلي. الحمد لله والفضل لله
تدخل تبص على جوائز الاتحاد الافريقي تلاقي النادي الاهلي هو الممثل المصري الوحيد في هذه الجوائز بالاضافه الى النجم محمد صلاح. تروح لجوائز جلوب سكر هتلاقي فيها برضو النادي الاهلي هو الممثل المصري الوحيد بالاضافه الى النجم محمد صلاح. يعني لولا تواجد صلاح والنادي الاهلي ما كنتش هتلاقي اي طرف من اطراف الكره المصريه في جوائز الافضل سواء في الكاف او حتى في جوائز جلوب سكر. النادي الاهلي داخل في اربع مسابقات، اولا جائزه افضل نادي على مستوى العالم، النادي الاهلي موجود ضمن عدد كبير جدا من الانديه، جائزه افضل نادي على مستوى الشرق الاوسط، جائزه افضل مدرب في 2023، وكمان جائزه افضل لاعب في منطقه الشرق الاوسط عام 2023 وفيها الكابتن محمد الشناوي. لو هبدا معاكم اول حاجه قدامنا او هنبدا بجائزه افضل لاعب في العالم العام 2023. طبعا في البدايه وعلى راس القايمه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، موجود معاه ليونيل ميسي، في كريستيانو رونالدو، البلجيكي كيفين دو براين، المهاجم العملاق النرويجي ايرلينج هالاند، مهاجم طبعا فريق مانشستر سيتي، كمان في هاري كين، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، المغربي ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي، الفرنسي انطوان جريزمان، كيليان مبابي، النيجيري فيكتور اوسمين، والحارس الكاميروني اندري اونانا. طبعا هو حوالي 30 لاعب بس انا قلت ابرز حوالي 10 11 لاعب من القائمه، لكن طبعا على راس القائمه النجم المصري محمد صلاح. لما نروح لجائزه افضل مدرب في العالم لعام 2023، القائمه ضمت 15 مدرب بناء على الانجازات اللي اتحققت في الموسم المنقضي موسم 2022 2023. طبعا على راس القائمه السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الاهلي المصري، معاه كمان الايطالي كارلو انشيلوتي، في مايكل ارتيتا مدرب ارسنال، في بيب جوارديولا السيتي، في سيموني انزاجي مدرب انتر ميلان، لوتشيانو سباليتي مدرب ايطاليا، توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، في تشافي هرنانديز مدرب برشلونه. لما نروح على جائزه افضل لاعب لدى الجماهير، والجائزه دي على فكره بيبقى فيها صراع قوي جدا بخلاف الترشيحات الفنيه او التصويت المدربين. صلاح بينافس ميسي ورونالدو على جائزه الجمهور افضل لاعب على مستوى التصويت الجماهير. صلاح داخل في منافسه مع 10 لعيبه ولكن ابرز المنافسين ليه ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. طيب لما نخش على جائزه افضل لاعب في منطقه الشرق الاوسط هتلاقي فيها النجم المصري وحارس مرمى النادي الاهلي محمد الشناوي. مين معاه في الجائزه دي كمان؟ عبد الرازق حمد الله لاعب اتحاد جده والنجم المغربي، كريم بنزيما اتحاد جده، مراد باتنا الفتح السعودي، سالم الدوسري الهلال السعودي، روميرو العين الاماراتي، اولانجا الدحيل القطري، رياض محرز اهل جده، علي مبخوت في الجزيره الاماراتي، ايجالو لاعب الوحده، تاليسكا لاعب النصر والمهاجم الكبير جدا لفريق النصر، كريستيانو رونالدو ايضا مهاجم النادي النصر. نروح بقى للابرز والاهم، النادي الاهلي بينافس السيتي على جائزه جلوب سكر لافضل نادي في العالم وغياب بارز جدا لنادي ريال مدريد. النادي الاهلي تصدر قائمه المرشحين قدامكم على الشاشه للتتويج بجائزه كلوب سكر العالميه لافضل نادي في العالم خلال العام الجاري 2023 وفقا لما اعلنته اللجنه المنظمه للحفل المقرر اقامته في دبي مطلع العام المقبل، فيما غاب ريال مدريد لاول مره عن التواجد في هذه القائمه. على فكره الاهلي مع السيتي ومعاه كمان نابولي والهلال السعودي والاتحاد جده، ارسنال، برشلونه، بايرن ميونخ، بيكا جونيورز، انتر ميلان، باريس سان جيرمان، روما، شبيليه والوداد البيضاوي المغربي. في الشرق الاوسط كمان النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي داخل على مستوى العالم كافضل نادي وعلى مستوى منطقه الشرق الاوسط، بس في الشرق الاوسط الصراع هيكون قوي جدا ما بين الاهلي مع الانديه السعوديه تحديدا. ليه؟ تداخل مع الاهلي واتحاد جده من السعوديه، شباب اهلي دبي والشباب من الامارات، الدحيل والريان القطري، وكذلك النصر السعودي. جائزه افضل لاعب شاب فيها مدافع مصري النجم عمر فايد لاعب فنربخشة اللي كان بيلعب سابقا بالتاكيد في نادي وادي دجله، كل التوفيق كمان لعمر فايد في هذه الجائزه. الشيء الابرز في هذه الجزئيه انا بتكلم على موضوع جوائز جلوب سكر اللي بيبقى فيها اهتمام كبير جدا، انا بعتبر الجائزه دي لا تقل اهميه عن جائزه الفرنس فوتبول على فكره. وفي فتره من الفترات كانت جوائز الجلوب سكر هي نفس الفكره اللي كانت بتقام في الامارات العربيه المتحده لما كانت ايام مجله او جريده سوبر الاماراتيه، كان برضو بيبقى فيها حضور كبير جدا من ابرز نجوم الكره العالميه. ان شاء الله باذن الله نتمنى قدامكم هو طبعا التصويت شغال، طبعا النادي الاهلي انت بتتكلم
الاهلي تخطى ال 50% في تصويت الجماهير. طبعا ال 50% الثاني بقى متوزعه على كل الانديه، مع كامل احترامنا لباقي الانديه سواء اهلي جده، اتحاد جده، الهلال، ارسنال، برشلونه، فينورد، قدامكم على الشاشه طبعا الانديه، اي اس روما. لكن الاهلي في تصويت الجماهير مع كامل احترامنا لاي نادي سواء في المنطقه العربيه او حتى في مستوى العالم، تصويت الاهلي، التصويت الجماهير بالنسبه للاهلي بيفرق بنسبه تتخطى ال 50-60%. في تصويت المدربين هتقول لي اه في كارلو انشيلوتي، هتقول لي اه في بيب جوارديولا، هتقول لي في ارتيتا بتاع ارسنال، ولكن في الاخر برضو مارسيل كولر 64%، حتى جوارديولا بس في 64% من تصويت الجماهير. يعني لو دخلت الموضوع في تصويت الجماهير بلا منافسه يا جماعه، الاهلي مخلص الموضوع من بدري، يعني مش هنستنى للدقيقه 90، لا لا لا، القصه سكور وبيخلص من الشوط الاول. زي كده فرنسا لما كسبت جبل طارق، اي تصويت هتلاقي فيه الاهلي هتبقى نتيجته عامله زي نتيجه فوز فرنسا على جبل طارق 14-0، الفوره كده من 14 او من 12 جول مشترك زي ما بيقولوا يعني. فنتمنى التوفيق يا رب للنادي الاهلي. اربع يعني منصات فيهم تصويت، افضل نادي على مستوى العالم على الشرق الاوسط، ترشيح كولر افضل مدرب، الشناوي افضل لاعب في الشرق الاوسط. نتمنى التوفيق يا رب النادي الاهلي ياخد جوائز الاربعه او جايزه من الجوائز، بالاضافه بالتاكيد للنجم المصري محمد صلاح وايضا النجم الشاب عمر فاي. دي كانت بدايه مهمه جدا ابدا بيها في موضوع ترند الترند، لان ده الحدث دلوقتي اللي فرض نفسه على جميع منصات السوشيال ميديا وكل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتصويت اللي حاليا موجود على الحساب الرسمي لحساب جلوب سكر في الامارات. نخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفصل. الجزء الثاني اللي عايز اتكلم عليه قبل ما اخش برضه في تفاصيل فريق الكوره والاستعداد لمباراه ميديام الغاني، اول حاجه عايز اتكلم على انجاز فريق السله للسيدات وفوز الانسات بالامس على فريق الجزيره. على فكره كان الاهلي بيلعب سبورتنج قبلها بكام يوم وخسر، وخسر في مرحله الادوار النهائيه في بطوله المرتبط، وكان في اجتماع مهم جدا عقده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع قطاع كره السله وتحديدا فريق الانسات اللي بيقوده فنيا الكابتن طارق خير. الاجتماع ما استمرش اكتر من حوالي تلت ساعه نص ساعه، وكان في كلام مهم جدا على فكره التركيز والاستعداد ونسيان ما حدث في العام الماضي من تحقيق بطولات وانتصارات والتركيز على المرحله الحاليه. والفريق كان خسر من سبورتنج وداخل على مباراه الجزيره. لو تبصوا على فريق الانسات امبارح وهو بيلعب المباراه من اول باسكت لغايه اخر ثانيه، الفريق متفوق بشكل رائع جدا، وحتى النتيجة كانت وصلت لمرحلة دبل سكور. فبنبارك لهم على الفوز ببطولة السوبر على حساب الجزيرة، وكان إنجاز جيد جدا. وامبارح الكابتن خالد العوضي كان موجود في مراسم تسليم الجوائز مع دكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة. النهاردة كمان فريق كرة السلة للرجال سواء فريق المرتبط أو الفريق الأول، النهاردة مباراة قوية جدا مع فريق الاتحاد السكندري، والاتحاد السكندري زعيم الثغر في كرة السلة، من الفرق اللي ليها باع طويل جدا، سيد البلد ليه باع طويل جدا في كره السله. فالفريق المرتبط من شويه كسب، وكانت المباراه طبعا مذاعه على الهواء على شاشه قناه الاهلي. والنهارده كمان في استوديو تحليلي مع الكابتن هيثم السعيد لاستوديو الخاص بمباراه الفريق الاول، والمباراه هتكون الساعه 8 من مساء اليوم، والاستوديو ان شاء الله هيكون الساعه 7:30 قبل انطلاق المباراه بنصف ساعه. وان شاء الله باذن الله فريق الرجال كمان يحقق نتيجه جيده عشان تساعد الفريق على تحقيق مكسب واحد من المباراتين اللي هيتلعبوا ان شاء الله يوم الخميس في نفس التوقيت، ماتش الساعه 3 فريق المرتبط، والفاينل مع او المباراه الثانيه اياب الفريق الاول هتكون الساعه 8، وان شاء الله دي مباراه نصف النهائي، نكسب نتاهل باذن الله للمباراه النهائيه. واعتقد جوست بوش النهارده دي المباراه الثانيه اللي هيطبق فيها العقوبه، لكن هيكون موجود في مباراه يوم الخميس اللي جاي وهيقود الفريق من ارضيه الملعب. وعايز اشيد في نفس الوقت كمان باحمد الجرحي المدرب الفريق اللي قاد مباراه الزمالك في غياب جوست بوش، النهارده كمان هيكون له دور باذن الله في قياده فريق الاهلي امام الاتحاد في ارضيه الملعب وفي الصاله. فنتمنى يا رب التوفيق باذن الله للفريق في انجاز جيد وتحقيق فوز على فريق الاتحاد. كنا عارفين بطوله المرتبط بتتلعب قبل بطوله السوبر، دور السوبر اللي بيبقى فيه منافسه قويه جدا بقى مع خمس ست فرق، لكن ان شاء الله باذن الله الاهلي يحقق كل البطولات اللي اتحققت العام الماضي. طب نروح لفريق الكوره، وفريق الكوره عنده مباراه قويه جدا ومهمه جدا مع ميديامة الغاني يوم السبت اللي جاي. ناس تقول لي قويه فين فريق ميديامة ده، فريق لسه بيشارك لاول مره، ليس هو اشانتي كوتوكو بتاريخه الطويل، ليس هو هارتس اوف اوك بتاريخه العريض. كره القدم فيها متغيرات كثيره، مهم جدا ضربه البدايه تكون كويسه، مهم جدا ضربه البدايه يكون فيها نتيجه واداء مميز، ونتيجه تساعدك انك تقدر تحسم دور المجموعات بدري بدري. ليه بقى؟ دور المجموعات من 3 إلى 4 جولات هيتلعبوا قبل كاس الامم،
يعني لما ترجع على شهر فبراير من 2024 مش هيتبقى غير مباراتين، يعني ممكن ان شاء الله باذن الله يبقوا ثلاثه اذا كملنا في كاس العالم يا رب ان شاء الله لغايه فاينل البطوله او لعيب المركز الثالث والرابع، لان مباراه شباب بلوزداد اللي في الجزائر ممكن تترحل ليوم 17 فبراير بعد كاس الامم، وده اللي بنتمناه ان نلعب الجوله الثالثه والرابع الجوله الرابعه والخامسه والسادسه بعد كاس الامم. ولكن تتكلم على ثلاث جولات، يعني 50% من مشوار الاهلي في دوري ابطال افريقيا هيتلعب في الاسبوعين الثلاثه الجايين. فالانطلاقه مع بلوزداد مهمه جدا، الانطلاقه مع ميديام الغاني مهمه جدا. الماتش هيتلعب في استاد السلام، واستاد السلام طبعا سعه المدرجات غير استاد القاهره. استاد القاهره بيسع لحوالي 67 70 الف متفرج، فالحد الاقصى للحضور حاليا 30 الف. في بعض المباريات الاهلي كان بيحتاج ساعه كامله، وبصراحه بامانه يعني كل الشكر والاشاده للجهات الامنيه كانت بتستجيب دايما وبتسمح بالساعه الكامله، وده حصل في ماتش سان داونز في اياب نصف نهائي الدوري الافريقي، المباراه اللي اتلعبت في اول هذا الشهر في اول نوفمبر. ملعب السلام الساعه بنتكلم في حوالي 25 الف كرسي، فتم السماح ب 15 الف متفرج. وعندي رساله وطلب لجمهور النادي الاهلي، ما تخلوش حد يعني ياخدكم في اطار نظريه المؤامره. ازاي فرق منافسه يتسمح لها ب 30 الف؟ فرق المنافسه هتلعب في ملعب بيسمح بحضور 60 و70 الف، فلما بيتوافق على 30 الف ده نفس الفكره بتاعت النسبه المئويه لما الاهلي يتوافق له على 15 الف ملعب بيسع 25 الف. لان انا من امبارح شايف ناس على السوشيال ميديا عماله تعقد مقارنات ليه الجهات الامنيه تسمح لفرق ب 30 الف والاهلي ب 15 الف. لا مفيش مقارنات يا جماعه، خلينا نتكلم بامانه، نتكلم بكل صراحه. كل اللي يهمني ان الجمهور اللي بيتابعنا الصغير قبل الكبير لازم نهتم بالتفاصيل دي عشان محدش يلعب في عقليه المشجعين او عقليه الناس او عقليه الجمهور. الجهات الامنيه وقت ما الاهلي بيطلب الساعه الكامله الامن بيوافق وبيدي الاهلي الساعه الكامله، واول نادي كان بيطلب الساعه الكامله عشان كان بيوصل مباريات نهائيات كتير كان النادي الاهلي، وكان دايما الامن بيقف في ظهر الاهلي وكان بيديله الساعه الكامله. ماتشك اللي جاي في استاد السلام، استاد السلام مش هينفع يديله الساعه الكامله لان مفيش ملاعب في مصر حاليا بيبقى فيها الساعه الكامله. فالملعب بيسع 25 الامن ادالك 15 الف، يعني احنا بنتكلم ما يقرب من حوالي اكتر من 60 ل 70% من سعه الاستاد. استاد السلام لما يحضر 15 الف انت اكنك الملعب فول يعني بالكامل، الساعه الكامله يعني بنسبه كبيره، لان الدرجه الثانيه اللي في النص في نص الملعب يعني فيها مشاكل اصلاحات وبتاع ولسه ايه ما تمش الانتهاء منها منذ فتره طويله يعني. فبالتالي لو كانت الدرجه الثانيه فيها مساحه ان الجمهور يحضر انا واثق الامن كان هيدي كمان. لكن انا ليه بتكلم في الجزئيه دي؟ لان في ناس على السوشيال ميديا بتحاول تصدر لجمهور الاهلي رسائل ان في محاباه لطرف على حساب طرف، الكلام ده مش حقيقي. خلينا نتكلم بكل امانه وندي الامن حقه. الامن لما الاهلي بيطلب ساعه كامله بيديله الساعه الكامله. والقصه مش بعيده. فاكرين حتى ماتش الرجاء المغربي؟ دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي؟ بلاش ماتش الرجاء كان دور الثمانيه، ماتش الهلال السوداني. كان في دور المجموعات والاهلي كان محتاج جمهوره والمكسب مهم عشان التاهل. وفي التوقيت ده في التوقيت ده انا بتكلم على السنه اللي فاتت، يعني مش بتكلم بس على اليومين دول اللي تم زياده الاعداد، لا ده انا بتكلم على السنه اللي فاتت لما كان الجمهور بيحضر 3000 و5000. الامن ادى للاهلي الساعه الكامله في استاد القاهره. والمباراه كانت في رمضان وحضر ما لا يقل عن 60,000 متفرج. فمحدش يستغل عقليه بعض المشجعين اللي ممكن صغار السن ويلعب في فكره اصل في محاباه لطرف، اصل في مجامله لطرف، اطلاقا. الامن واقف مع الاهلي زي ما واقف مع الزمالك، زي ما واقف مع كل الفرق، لان في النهايه الناس كلها يهمها ان الجمهور يحضر. وكلنا بنشتغل مع بعض في المنظومه عشان الجمهور يحضر الفتره اللي جايه، فدورنا الاعلامي نوعي الناس ونفهم الناس، لان في للاسف بشوف بعض الناس بتحاول تستغل تفاصيل كده وتشرحها باطار مختلف وبتشرحها بطريقه غلط وبتقول معلومات غير صحيحه. دي نقطه مهمه جدا وده دورنا الاعلامي تجاه جمهورنا وتجاه الشعب المصري بشكل عام في الفتره اللي جايه. الاهلي هيلعب في السلام ماتش ميديام الغاني. طب هل مباراه شباب بلوزداد يوم 9 ديسمبر في استاد السلام برضو؟ لسه الامر مش نهائي. استاد القاهرة احنا كنا شرحنا القصة دي وانفردنا بتفاصيل فيها الفترة اللي فاتت، يعني على نهاية هذا الشهر هيتحدد موقف استاد القاهرة لاستضافة ماتش بلوزداد في القاهرة ان شاء الله يوم 9 ديسمبر. عايز استعرض معاكم كده جدول مباريات الاهلي قبل السفر لكأس العالم للأندية، لان الاهلي هيسافر السعودية يوم 11 ديسمبر عشان يستعد لمواجهة اتحاد جدة او اوكلاند سيتي يوم 15 ديسمبر. قدامكم على الشاشة اهو جدول المباريات. الاهلي السبت اللي جاي هيلعب مع ميديام الغاني 25 نوفمبر في استاد السلام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة بقيادة تحكيمية وصفارة تحكيمية للحكم المالي بوبو تراوري. طيب 28 نوفمبر الأهلي هيلعب مع سموحة في استاد المقاولين.
يانج افريكانز التنزاني مع الاهلي هيتلعب في تنزانيا الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره. الماتش في تنزانيا الساعه 9 بتوقيت القاهره على ملعب بنيامين مكابا في دار السلام، وهيكون الاداره التحكيميه وصافره المباراه لطاقم تحكيم موريتاني بقياده عبد العزيز بو. برضو مش فاهم فكره، واحنا كل ما نروح تنزانيا ليه جينا طاقم تحكيم موريتاني؟ ما علينا. 6 ديسمبر الاهلي راجع من تنزانيا هيلعب مع زد يوم 6 ديسمبر في الدوري، بس مش عارفين لسه المباراه هتبقى فين. دي مباراه نادي زد، زد كان بيلعب في استاد القاهره، ما اعرفش وضع الاستاد وقتها هيبقى ايه، هنعرف لما نقرب شويه من ميعاد 6 ديسمبر. بعدها الاهلي عنده ماتش مع بلوزداد يوم 9 ديسمبر الساعه 6، الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره. كل مباريات الاهلي الافريقيه هتتلعب يوم السبت 25 نوفمبر، 2 ديسمبر، 9 ديسمبر. الاهلي هيسافر السعوديه 11 ديسمبر، يلعب اولى مبارياته في البطوله يوم 15 ديسمبر الساعه 9 او الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره. 9 بتوقيت المملكه العربيه السعوديه، 8 بتوقيت القاهره، والمباراه هتكون مع الفائز من اتحاد جده واوكلاند سيتي. دي المباراه اللي هتتلعب يوم 12 ديسمبر، ودي جدول مباريات النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. بعد 15 بقى هنستنى نشوف النتيجه، يا رب باذن الله ربنا يكرم الاهلي يروح يلعب مع فلورمينزي يوم 18، لانه لو لعب مع فلورمينزي يوم 18 هو مكمل لغايه 22. يا اما نلعب ثالث ورابع في نفس اليوم يوم 22، يا اما نلعب يوم 22 برضو ولكن بالليل مع بطل او الفريق المتاهل من مانشستر سيتي الانجليزي او ليون المكسيكي مع فريق بطل اليابان يوم 22 ديسمبر. لا قدر الله اذا لا قدر الله الاهلي خسر ماتش يوم 15 ديسمبر ده، هيرجع على القاهره، ومن القاهره هيسافر على الجزائر. ليه؟ لان هيكون عنده ماتش مع شباب بلوزداد بدل يوم 19 تتلعب المباراه يا 20 يا 21 ديسمبر، مش هتتاجل لبعد كاس الامم. ده قرار نهائي بخصوص موعد مباراه شباب بلوزداد، وهتتوقف هذه المباراه على نتيجه مباراه الاهلي واتحاد جده. على فكره بعد مباراه بلوزداد لو اتلعبت يوم 21 او 22 ديسمبر، الاهلي هيطلع بعدها على الامارات العربيه المتحده، عنده بطوله السوبر للانديه الابطال مع بيراميدز وفيوتشر وسيراميكا في الفتره من 24 ل 28 ديسمبر في مدينه العين على استاد هزاع بن زايد. طيب دي كل التفاصيل الخاصه باستعدادات الاهلي في الفتره اللي جايه. طيب مران الاهلي واللي بدا منذ حوالي نصف ساعه، نروح بسرعه وعلى الهواء مباشره مع الزميل العزيز فاروق صلاح موفد قناه الاهلي، موجود حاليا في ملعب مختار التتش بالجزيره. فاروق مساء الفل. برحب بيك يا محمد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. طبعا هكون معاك يا محمد ومع كل مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي، بنحط الجماهير وندخلهم في الصوره في اخر استعدادات النادي الاهلي طبعا للمواجهه القادمه ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا، مواجهه ميدياما الغاني، المواجهه اللي بينتظرها الجميع ان شاء الله. بدايه مشوار دور المجموعات للنادي الاهلي ان شاء الله تكون ضربه موفقه وبدايه موفقه باذن الله للنادي الاهلي. طيب فاروق، اول حاجه عايز اطمن على اليو ديانج، المفروض كان عنده مباراه بالامس مع منتخب مالي، ما لعبش المباراه على حد معلوماتي، هل وصل القاهره؟ هل النهارده كان موجود في التدريب؟ دي جزئيه. الجزئيه الثانيه عايز اطمن على معلول، يلحق ماتش ميدياما ولا لسه؟ وابرز الاخبار والكواليس بالتاكيد اللي عندك، لان انت اكيد عندك تفاصيل وكواليس مهمه جدا من التدريب. يعني يا محمد خليني اخد من كلامك واتكلم بالتحديد في البدايه على علي معلول. خليني اقول لك ان علي معلول اللي بطمنك ان شاء الله يكون جاهزيته ان شاء الله لمباراه ميدياما الغاني، من المقرر غدا بمشيئه الله هيكون اجراء اشاعه اخيره لعلي معلول عقب الاشاعه ان شاء الله، يعني ان شاء الله نتيجتها تكون ايجابيه باذن الله. من المقرر ان هو يكون موجود في تدريبات النادي الاهلي يوم الخميس. خليني اقول لك ان يعني برضو ان النادي الاهلي غدا هيكون راحه من التدريبات، فباذن الله غدا هيتم اجراء اشاعه اخيره لعلي معلول، ومن ثم ان شاء الله يوم الخميس تكون ان شاء الله علي معلول جاهز في التدريبات الجماعيه، ان شاء الله يكون من العناصر المهمه جدا في مباراه الاهلي وميدياما الغاني. بالنسبه مش هتكلم على ديانج بس محمد، هتكلم ايضا على اللعيبه الدوليين للنادي الاهلي، من يعني مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي قرر انه يمنح كل اللاعبين الدوليين العائدين اجازه اليوم من التدريبات، وزي ما قلنا يعني الغدا هتكون ايضا راحه لكل الفريق. اذا يعني مستر مارسيل كولر فضل انه يدي وقت راحه كافي للاعبين نظرا للاعبين
الدوليين خاضت لقاءين دوليين في فتره قصيره جدا، ففضل مستر كولر ان هم يريحهم النهارده من التدريبات، طبعا بالاضافه للغد اللي هيكون اجازه. ومن المنتظر اكتمال كل صفوف النادي الاهلي ان شاء الله يوم الخميس القادم في اذن الله في تدريبات النادي الاهلي، عوده كافه اللاعبين الدوليين اللي هيكونوا ان شاء الله موجودين مع النادي الاهلي بدءا من التدريبات يوم الخميس القادم باذن الله. في هذا الاطار يا محمد عايز اقول لك ان في هذه الاثناء النهارده مستر كولر بيعمل يعني مباراه وديه ما بين فريق النادي الاهلي وفريق مواليد 2003 فريق شباب النادي الاهلي، عامل يعني ميكس ما بين اللاعبين فريقين، فريق بالرداء الاحمر وفريق بالرداء الاسود او القميص الاسود للنادي الاهلي. يعني في هذه الاثناء يعني خلاص يعني دقايق وهتنطلق هذه المباراه الوديه ما بين اللاعبين في عناصر في فريق الشباب بالنادي الاهلي. مستر كولر طبعا بيطمن عليها وعايز انه يحطها في الصوره كافه اللاعبين الموجودين مع اللعيبه الموجوده. عايز برضه محمد ان انا اطمنك على جاهزيه عمرو السوليه ومحمود متولي خلاص لمباراه مدياما في الوقت اللي انا بكلمك فيه. عمرو السوليه بيشارك في المباراه الوديه من البدايه، محمود متولي ايضا بيشارك في المباراه الوديه من البدايه. باكد لك جاهزيه عمرو السوليه وعودته اضافه قويه جدا لخط وسط النادي الاهلي ولفريق النادي الاهلي، ايضا لمحمود عوده محمود متولي اضافه قويه جدا لخط دفاع النادي الاهلي. برضه في نفس الاطار يا محمد عايز اطمنك على رضا سليم، يعني رضا سليم بالامس واليوم بدا مرحله مهمه في البرنامج التاهيلي بالجري حول الملعب، طبعا من المقرر ايضا انه هيجري اشاعه خلال يعني ال 24 ساعه القادمه طبعا للوقوف والاطمئنان على الامور الخاصه باصابه اللاعب رضا سليم. لكن يعني رضا كان ليه معاه لحظات كده وهو بيجري، يعني الابتسامه والثقه اللي عند رضا سليم ان شاء الله مع حاله الجديه اللي عنده في التزامه بالبرنامج التاهيلي ان شاء الله تعجل من عودته ويكون عودته قويه جدا لفريق النادي الاهلي. الاجواء مهمه جدا يا محمد، التركيز اللي عند اللاعبين ان شاء الله يكون مردوده في مباراه مدياما باذن الله وتكون ضربه البدايه زي ما قلنا في مشوار النادي الاهلي الافريقي. طيب فاروق، في احد الحراس الصاعدين من قطاع الناشئين يمكن الشناوي كان في المنتخب الاول، حمزه علاء مع المنتخب الاولمبي، لو تكلمني برضو ولو في لاعيبه صاعدين موجودين في التدريب، مين الابرز اللي كان مثلا بيتدرب مع مصطفى مخلوف ومع مصطفى شوبير كمان بخلاف ال 2003، لو في حد موجود مطعم مع الفريق الاول في المباراه الوديه؟ يعني خليني اقول لك يا محمد ان يعني الحارس الثالث المنضم للنادي الاهلي هو حارس فريق المواليد 2003 اللي هو اللاعب طارق حسن تيتو، طبعا بالاضافه لوجود الكابتن مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف معاهم طارق حسن تيتو، ده حارس من الحراس المميزين جدا في فريق النادي الاهلي. ايضا موجود عبد الرحمن رشدان وده قلب دفاع فريق شباب النادي الاهلي، موجود اللاعب احمد اشرف وده ظهير ايسر في فريق شباب النادي الاهلي بيلعب في مركز الظهير الايسر ومركز الجناح الايسر، وبالمناسبه هو شقيق اللاعب محمد اشرف لاعب النادي الاهلي والمعار لفريق زد. موجود ايضا اللاعب علي نادر شوقي وده واحد من اللعيبه اللي بتلعب في خط الهجوم ومركز الجناحين الجناح الهجومي والايسر، موجود اللاعب طعيمه، موجود اللاعب مصطفى ابو الخير، موجود اللاعب مازن اسامه ده مركز الظهير الايسر، موجود اللاعب ابراهيم عبد الحكيم ده بيلعب في مركز قلب الدفاع، موجود اللاعب سمير محمد وده يعني من هدافي فريق شباب النادي الاهلي وهو قائد خط هجوم فريق النادي الاهلي. تقدر تقول يا محمد دي اغلب العناصر اللي موجوده من فريق شباب النادي الاهلي، في امر بيقتصر فقط على لاعبي فريق ال 2003 في النادي الاهلي، كلهم عناصر مهمه جدا، عناصر مميزه في فريق النادي الاهلي، طبعا نتمنى لهم ان شاء الله يظهروا بمظهر جيد. اعتقد البروفا النهارده والمباراه الوديه أكيد احتكاك قوي جدا مع اللاعبين. طيب يعني انا في الوقت اللي انا بكلمك فيه خلاص ابتدت المباراه. طب اتفضل سريعا اخر سؤال عشان وقتنا، طاهر محمد طاهر اعتقد ممكن ما لحقش ماتش مدياما، يمكن ما اتمرنش امبارح والنهارده، يعني تطمنا عليه؟ يعني نقطة مهمة جدا يا محمد أثرتها بالنسبة لطارق، وكان عمل جلسة كان شعر بإجهاد بسيط، يعني اطمنا من خلال الدكتور أحمد جاب الله شعر بإجهاد بسيط النهاردة، كان بيعمل يعني بالجري حوالين الملعب ويستكمل البرنامج التأهيلي. من المقرر أيضا يعني إن شاء الله يكون في إشاعة أخيرة غدا لطارق محمد طارق على إثر هذه الإشاعة إن شاء الله. خليني يعني أكد لك برضو جاهزيته إن شاء الله هيكون موجود في التدريبات الجماعية لفريق النادي الأهلي يوم الخميس بإذن الله. تقدر تقول يعني إن شاء الله والحمد لله بإذن الله لعيبة النادي الأهلي بدون إصابات إن شاء الله، الأمور تكتمل على خير. باكد لك جاهزيتهم ان شاء الله كافه اللاعبين تكون موجوده في التدريب يوم الخميس القادم باذن الله. زميلنا فاروق صلاح موفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات، ويمكن ابرز نقطه اتقالت في هذا اللقاء يمكن يوم الخميس هيكون هو اليوم اللي نقدر نحدد فيه شكل الفريق، الغيابات، اللعيبه اللي ممكن تعود من المباريات الدوليه عشان تكون جاهزه مع الاهلي باذن الله لمباراه مدياما الغاني، واعتقد هيبقى وقت مناسب خميس جمعه 48 ساعه قبل المباراه يوم السبت القادم. على فكره في مباريات في دوري ابطال افريقيا اتاجلت من السبت للحد عشان الاجنده الدوليه، الاتحاد الافريقي اجل في الدوري الافريقي ما كانش بيعرف ياجل لان القرار ما كانش قراره. عموما لما نخش في مباريات دوري الابطال عندي تفاصيل كثيره لما يجي وقتها لما تنطلق المباريات ان شاء الله مع مطلع الاسبوع القادم. فاصل ثم نواصل.
النهارده السوشيال ميديا والمواقع مختلفة بتتكلم على تفاصيل ليست لها علاقة بمباراة ميديام الغاني، أبرز التفاصيل كلها على التجديدات وأسماء الراحلين والصفقات. تعالوا مع بعض نطلع نشوف آخر أخبار الترند. طيب آخر أخبار الترند النهارده فيها تفاصيل كتيرة، مع بعض هنبدأ البداية من خلال ترند الأهلي واللي هيكون فيه تفاصيل ليها علاقة بعودة عمرو السولية والتفاصيل ليها علاقة بصفقات وتجديدات وأمور مختلفة. نبدأ مع الوطن الرياضي. كولر يقرر ضم لاعب الأهلي إلى قائمة مباراة ميديام الغاني بعد غياب 156 يوم. أنا أول ما شفت العنوان استغربت واندهشت، يا كل الفترة دي؟ بحثنا طبعا من خلال زملائي في فريق الإعداد وقلنا نشوف المدة كانت قد إيه، لقينا إن آخر مباراة لعب السولية فيها مع الأهلي كان يوم 22 يونيو مع حرس الحدود في الدوري العام. طبعا بنتكلم ما يقرب من حوالي 5 شهور كان عمرو السولية غايب بسبب الإصابة، ولما كان المفروض الأهلي بيستأنف التدريبات في بداية الموسم والاستعداد لماتش السوبر الأفريقي مع اتحاد العاصمة كان المفروض السولية برضه يكون موجود وجاهز، ولكن وقتها ما كانش جاهز واستكمل برنامجه التأهيلي في الإصابة اللي خدت وقت شوية مع عمرو السولية، لكن بإذن الله إن شاء الله يكون جاهز مع الفريق في المرحلة اللي جاية. والخبر النهاردة من الوطن اللي كولر قرر ضم السولية في مباراة ميديام الغاني. اليوم السابع بيتكلموا ان الاهلي قرر تمديد عقد السولية لمده موسمين وتقديره ماديا، كانت الناس كتير بتتكلم ان الاهلي هيبقى موسم واحد وفي اضافه لموسم ثاني، ولكن لا يعني الاهلي هيقدر السولية بشكل كويس جدا. وايضا علي معلول رغم ان النهارده بوابه اخبار اليوم قالت ان معلول يقرر الرحيل عن الاهلي وقرار حاسم من اللاعب بعد مونديال الانديه، وانا باكد لكم ان الكلام ده حتى الان غير صحيح. اخر حاجه كوره بلس، مارسيل كولر يحسم الامر، كيف يفكر الاهلي بشأن مهاجم إنبي؟ لسه بدري شوية يا جماعة على انتقالات يناير، وفكرة الحديث عن الصفقات والانتقالات مش هتتحسم إلا بعد كأس العالم للأندية، وقتها كولر هيحدد المراكز اللي ممكن يتعامل على تدعيمها في انتقالات يناير. نطلع لفاصل ثم نواصل. أهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الأخير من برنامج الترند وتعليق الجمهور على سؤال الحلقة، رأيكم في أداء منتخبنا الوطني وتصدر المجموعة في أول مباراتين. سامح بيقول تحية العلامة الكاملة وتصدر المجموعة أهم المميزات، لكن الأداء غير ثابت ويحتاج إلى تجنب الأخطاء. الشناوي أنقذنا من هزيمة محققة وتريزيجيه رائع، أهلاوي أنا والفخر ليا. كابتن محمد بيقول المهم حصدنا 6 نقاط، أما الأداء مفيش أي جديد إلا تألق تريزيجيه والشناوي. هو فعلا الكل قالك تريزيجيه والشناوي كانوا بيلعبوا سيراليون. عمرو بيقول أداء مقبول وما أقدرش أقول ممتاز لأن ماتش سيراليون كان فيه أخطاء دفاعية كتير، أتمنى تصحيح نصحح الأوضاع. الحمد لله على الفوز والتصدر المجموعة، بإذن الله الصعود للمونديال والقادم أفضل. نفس الآراء على فكرة. حنان بتقول مباراة جيبوتي ممتازة أداء ونتيجة، ومباراة سيراليون متوسطة وعندنا أخطاء، والشناوي أنقذنا من الهزيمة، ظهور مميز لتريزيجيه وصلاح، والأهلي أحلى فريق، أهلاوية أنا والفخر ليا. دي ابرز التعليقات على سؤال الحلقه او رايكم في اداء منتخبنا الوطني. الناس كلها متفقه ان الاداء لم يكن على ما يرام، ولكن التصدر مهم جدا في بدايه المشوار. في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، والى اللقاء غدا في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.